استعرض وزير خارجية إسبانيا موريتانوس أولويات فترة رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في الأول من يناير وحتى نهاية يونيو لعام 2010. موريتانوس أكد أن عملية السلام في الشرق الأوسط تأتي في مقدمة الأولويات، معلنا في الوقت ذاته عن قمة أوروبية متوسطية ستعقد في برشلونة نهاية فترة الرئاسة الإسبانية. عملية السلام في الشرق الأوسط في مقدمة أولويات أسبانيا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية الأسباني ميغيل أنجيل موريتانوس وخلال استعراضه لأولويات رئاسته للمنظومة الموحدة لم يقلل من صعوبة الوضع في المنطقة، لكنه وعد أن يكون العام 2010 عاما للسلام. هذا الوعد لا يعني بالنسبة لموريتانوس ضمان إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة الرئاسة الأسبانية، وإنما تعبير عن رغبة مدريد في التوصل إلى اتفاق دولي يقود إلى الإعلان عن هذه الدولة. لماذا ننتظر؟ لا أجد أي سبب منطقي لتأجيل إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة. الجميع يدعم قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية. لدينا الدولة الإسرائيلية وعلينا أن ندعم قيام الدولة الفلسطينية عبر التفاوض. الأمر لن يكون سهلا ولا أستطيع ضمان هذا الإعلان خلال فترة الرئاسة الإسبانية، لكنني أضمن أن تقاتل إسبانيا من أجل تحقيق هذا الهدف. رئيس الدبلوماسية الأسبانية الذي شغل في السابق منصب المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أعلن أنه سيستغل خبرته في المنطقة من أجل أن يدفع العملية السلمية قدما إلى الأمام، واضعا عدة نقاط للوصول إلى الهدف، تبدأ بإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات وتنتهي بتعظيم الدور الأوروبي على الصعيد الخارجي. في العمل السياسي يجب أن تتحلى دائما بالأمل والصبر والرغبة. لدينا كل هذا حين نتحدث عن الملف السلمي في الشرق الأوسط. لدينا عدة نقاط سنعمل عليها من أجل تحقيق السلام. سنحاول دفع الطرفين إلى المفاوضات مجددا، وسنزيد من تعاوننا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأتوقع أن نحقق نجاح. موريتانوس الذي يسعى لتحقيق طفرة حقيقية في العملية السلمية تحسب لأسبانيا دعا الدول العربية جميعا إلى مساندته في هذا الطريق الشاق، معتبرا الدعم العربي العمود الفقري لنجاح المهمة. للمرة الرابعة أسبانيا تترأس الاتحاد الأوروبي، وملف السلام في الشرق الأوسط هو القاسم المشترك الوحيد بين هذه الرئاسات، ولا أحد يعلم كم رئاسة يحتاجها الملف قبل أن يجد الطريق إلى الحل. مجدي يوسف النيل، بروكسل.